كانت جلسة ممكن الحديث أنه يوجد بها بعض الأمور الإيجابية، وبعدة أمور عينية التي طرحناها هنالك توجه معين لبعض الأمور الإيجابية، لا أستطيع أن أنكر ذلك، ولكن هنالك إشكاليتان كبيرتان. الإشكالية الأولى أننا لا نستطيع أن نثق فقط بتعهدات، والإشكالية الأكبر من ذلك أننا طلبنا بقرار حكومي لخطة شمولية تفصيلية من أجل الانتصار على الجريمة. الوزير قال بأنه يؤيد ولكن عليه إقناع رئيس الحكومة والحكومة. نحن هذا الكلام لا يكفينا، لهذا فالنضال مستمر. هذه هي الجملة الأهم. بعد لقائنا مع الوزير وقيادة الشرطة نقول بأن النضال مستمر، لأننا نريد قرارا حكوميا وخطة مفصلة وشمولية وجذرية. هذه مناسبة لأحيي كل من شارك بالمظاهرة، كل من ساهم بإغلاق الشوارع، شارع 6 وشارع 1. هنالك 3 معتقلون، نحن التزمنا بأن نواصل معهم حتى إعادتهم إلى بيوتهم اليوم. حصلنا على تعهد، سنلاحق هذا الأمر. بالنهاية أقول لكم نحن سنواصل اللقاء مع الشرطة، نريد اتخاذ هذا القرار الحكومي، ولكن في الوقت ذاته قبل اتخاذ هذا القرار لا يمكن أن نوقف النضال مستمر.